هلا والله، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في المقطع قبل الأخير عملت قائمة وصنفت فيها كل الأسلحة الموجودة في كود، تمام؟ بدون ما نحسب طبعا السكاكين والمسدسات والار بي جي، عشان ما يجيني واحد ظريف ويقول لي أنت ما عملت عن كل الأسلحة. على كل، مقطع اليوم شبيه بالمقطع الماضي، راح نعمل قائمة نصنف فيها كل سكنات الشخصيات اللي نزلت في اللعبة من نسخة البيتا لحد اليوم. طبعا يعني راح نصنفهم حسب رأيي الشخصي، لأنه ما في حد بيقدر يعني يحدد هذا السكن بيستاهل تقييم عالي أو تقييم سيء، بس في سكنات معروف يعني إما بتكون يعني هي التوب، في سكنات بتكون سيئة، يعني هاي بتكون متفق عليها عند الكل. فحكولي يعني رأيكم بعلى تقييم السكنات اللي فيه تستاهل، ورأيكم في أسوأ تقييم تستاهل ولا لا. بس قبل ما يبدأ في التصنيف افقع لايك للمقطع قبل ما تنسى، ولو مش مشترك في القناة اشترك، شو بتستنى؟ المقاطع أول بأول في القناة. خليكم على الفيديو. اوكي، زي ما بتعرفوا في هاي النوعيه من الفيديوهات ما في نص اقرا منه، فالوضع زي كانه لايف، فما في اي تحضير، بس بتكلم قدامكم بشكل مباشر. ثاني اشي، لو اخترت شخصيه في تقييم يعني صنفتها في تقييم عالي وهي مش حلوه، او شخصيه قيمتها في تقييم سيء وهي حلوه بالنسبه لكم، ف يعني هذا تقييم الشخصي بالنهايه، فانا حر باختياراتي، تمام. واخر اشي التقييمات زي هيك، يديني إذا يعني هاي سكنات خرافية بالنسبة لي، يعني نفسي فيها لو ما كانت عندي، وغالبا مش حتكون عندي. بيوتيفول يعني أحسن سكنات. أوكي يعني وسط، عادي يعني شوي راح يكون في تقييم الويع اللي هو أسوأ إشي. أول شخصية البنت هاي اللي نزلت في باكج لحالها، عادية مش حلو والله. سكن ال وش على بيوتيفول مباشرة، هذا السكن يا اخوان نزل في الباتل رويال، نزل في نسخة البيتا في السيزون الاول من الباتل رويال على تقييم الماستر 2. باتري عيد الحب برضو بيوتيفول حلوة، اكيد دافع عليها 100 دولار راح احطها في البيوتيفول، اشي طبيعي. السكن الصيني المعفن هذا، اوكي ولا عادي؟ اوكي تمام. بالعادي بصراحة مش عاجبني. سكن ديفيد مايسون برضو مش حلو. سكن باتري اول شيء نحطه بيوتيفول. اول ما نزل هذا السكن يا اخوان نزل في الباكجات، وكان نازل بيوم جمعة البلاك فرايدة، فتخيلوا اني دافع فتحت اكثر من 50 باكج عليه وبالاخير ما حصلته، وكل اللي بعرفهم فتحوا باكج واحد وربحوا. نايس لعبة. جوست الغواص توقع هيك اسمه، بيوتيفول يعني جوست ما في اي نقاش. سكن شو اسمه سبيكتر، والله اقول لك اوكي سكن عادي يعني مش حلو كثير ولا سيء. سكن ريبر بازل كنت راح احطه في يديني ايدا، بس لو بدون صوت، يعني صوته كثير مزعج، لو كان صوته عادي زي باقي الشخصيات كنت حطيته في يديني ايدا، بس يعني الصوت عنده في مشكله فبنخليه في بيوتيفول. بس يعني برضه بيوتيفول يعني يا اخوان احسن شيء بيوتيفول، فيديني ايدا يعني هاي سكنات يعني ما بتتقارن مع السكنات كلها اللي باللعبه. بس السكن الثاني سكن معفن خليه عادي. سكن هذا ويع سيء، مش عارف متى نازل، توقع بسيزون الاول او نزل يمكن من يومين، مش عارف اذا هو او لا، ما علينا. سكن الثاني هذا برضو عادي، نزل في اوكي لا هو اوكي مش عادي يعني نزل في الباتل باس في الموسم الثاني. ميرك 5 بيوتيفول اكيد. روين جانجل مش عارف اوكي. السكن هذا يا اخوان نزل في الموسم الاول كان سعره 5 دولار، تخيلوا، فكان يعني تقريبا مجاني، مش عارف ليش ما اشتريته، ما علينا. سكن الميرك 5 اكيد بيطلع بيوتيفول، شخصية ميرك نفسها يعني كثير خرافية. سكن الشرطي معفن. سكن كابتن برايس اوكي يعني عادي بالنسبة لي، مش عارف خليه بوكي يعني وسط. اوكي اسكن الكامبر يا عمي، اسكن الكامبر فوق طبعا، يدين ايه ده يا اخوان، اقسم بالله مش بمزح، بس من احلى سكنات في اللعبة، خصوصا يعني انا مش عشان الشخصية ولا الاسكن نفسه، بس اللون يا اخي اللون كثير حلو فيه. اسكن الثاني مجاني والله غير انجلد. اسكن البنت هاي نزل في الموسم الاول عادي يعني. اسكن اليكس مايسون توقع اوكي مش سيء. سكن هذا معفن، مش راح اجيب طاري حتى، ويع معفن يا ايه ده يعني. تخيلوا اخوان يعني السكن هذا نزل في الموسم الاول والثاني كان موجود، وفي بداية الثالث كان موجود،
وكان في صناديق مجانية كنت كثير بتحصل عليها وبالنهاية ما ربحته. يعني تخيلوا الوضع قديه تعبان. طيب سكن صابون عادي ما لعبتش فيه ولا مرة من ساعة ما أخذته. السكن هذا بصراحة يعني أوكي، ممكن يعني نطلعه البيوتيفول، لا خليه أوكي. السكن هذا إخوان نزل في الموسم الأول مع سكن للإس 36 ب 15 دولار، كان سعره غالي والله يعني، بس سكن جميل. السكن اللي بعده عندنا جوست. جوست يا عم ما في تفاهم فوق على بيوتيفول على طول. السكن هذا مش عارف أصلا هذا كيف نازل عجلة حظ بصراحة، مش كثير يعني عادي. سكن فاير بيرك الأرنب، شوفوا بدون بدلة الأرنب راح يكون بالعادي، مع بدلة الأرنب راح خليه بأوكي، فاحتياط خليه بأوكي. سكن جاز أوكي مش سيء. سكن هذا تحت مش عارف من أجل أصلا. سكن البنت هاي في الموسم الرابع تقريبا، توقع في الموسم الرابع أوكي. سكن أبو حجاب زي ما بسموه على الفيسبوك ناس. سكن سيفار الحمراء هاي نزلت مع سلاح الاتش بي ار بعجلة حظ، سكن خرافي والله بيوتيفول. سكن جوست بلازما اكيد بيوتيفول، نزل هو وسكن ميرك الاخضر هذا شايفينهم نزلوا باكج واحد. طبعا ميرك الاخضر نزل في نسخة البيتا السيزون الثاني في رويال باس، بس ردوا نزلوه لما نزل سكن جوست في باكج في الموسم الثاني تقريبا. سكن نيكولاس شو اسمه السكن مش عارف، بس انه اوكي ديمبسي توقع اسمه ديمبسي يمكن اوكي مش عاطل يعني ومش كويس بنفس الوقت. سكن هاي اول سكن ليجند او مش عارف شو اسمه بالانجليزي شو اسمه علينا، اول سكن بنفسجي في الوع بخزي. ثاني الفقر معفن. ثالث راح اخليه بالعادي لانه لونه هيك ازرق وابيض يعني لون جميل. سبيكتر اكيد فوق. طيب شوف عنا سكن الشخصية هاي سيفار تقريبا اسمها سيفار مدري في البيوتيفول. سكن هذا كان اشوفه كان راح يكون يدين ايدا بس راح اخليه بالبيوتيفول. يا اخي لحيته يعني لحيته لا هي لحية رجال ولا لحية سانتا كلوز، مش عارف لحية مين. سكن البنت هاي مش عارف سيفار اتوقع برضو سكن عادي بصراحة يعني ما في اي شيء. سكن ماد هذا برضو عادي نزل قبل كم يوم. سكن البنت هاي اوكي سكن مجاني كان، تشبك حسابك في حساب في شركة يعني تشبك حساب اكتيفيجن بحسابك في اللعبة بتحصل عليه. سكن عايب احكي اسمه بيوتيفول. سكن هذا خرافي بيوتيفول. سكن ريبر مش عادي مش يعني. سكن هذا الشرط الثاني عادي مش ويع بس عادي. سكن هذا برضو عادي تبع رويال باس تبع الباتل باس. سكن هاي بيوتيفول نزل بعجلة حظ مع سلاح الريزر باك ولحد الان مش نازل من الموسم الثاني او الموسم الاول مش عارف والله. سلطانة سلطانة بيوتيفول حلوة. سكن هذا ماد عادي. سكن فاير بيرك الباندا شوفوا مع الباندا عادي بس مع من غير الباندا بيوتيفول بصراحة. سكن الأحمر هذا عادي. سكن السيت شو اسمه راح أخليه بيوتيفول وأول واحد لأنه يعني سكن بصراحة خرافي وأكثر سكن ندمان إني ما اشتريته لأنه كان سعره رخيص بالنسبة لكثير سكنات. ديمسي نزل تحت شو طلعك. ديمسي توقع كان فوق من أول خلي فوق احتياط يعني. شوف عندنا كمان سكن هذا تقريبا نزل من يومين أو تبع الموسم الأول وأنا عارف أوكي مش سيء يعني. هذا معفن مع شيلتك يلا. فانتوم عادي مش يعني. هذا سكن عادي. هذا الشرطة نزل بالصناديق. كان يعني هذا احسن سكن نزل بصناديق، تعرفوا ليش؟ لانه الشركه اعطت وقتها زي حدث انه بحكي لك افتح 100 صندوق راح تحصل السكن 100%. مش احسن شيء يعني مش احسن عرض يعني 100 صندوق بدك تدفع اكثر من 100 دولار، بس انه احسن ما تفتح اكثر من 100 وما تحصله. تفهمين علي؟ يعني في كثير ناس بيفتحوا اكثر من 100 صندوق وما بيربحوا اللي بدهم اياه. ما علينا السكن اللي بعده هذا ويع يعي ايه ده. سكن البنت هاي ساره احمد.
يا ديني ده اخوان والله ندمان اني ما حصلت هذا السكن، يعني برضو كان في عجله الحظ كان في سلاح الاريو اس اتوقع هذا الاسطوري، وسكن الشخصيه هاي بصراحه كثير كثير خرافي مش حيتكرر في اللعبه. سكن جوست راعي البقر اتوقع راح نحطه في بيوتيفول، سكن حلو والله. سكن الساموراي برضو في البيوتيفول، سكن هذا اللي في الموسم الثالث يمكن عادي يعني سكن عادي بصراحة، سكن هذا برضو عادي. يا حبيبة قلبي يا حبيبتي اطلعي فوق فوق، خليك اول واحد على اللي صار. اخوان شو احكي عن بنت الهالوين، والله يا اخوان انه نفسي بهذا السكن من قبل ما تنزل اللعبة، تخيلوا وقت ما نزلت اللعبة اول وقت ما صارت تطلع اخبار عن اللعبة انها راح تنزل يعني قريبا مثلا يعني بشهر 9 2019، كان نفس يعني طلع تسريب في سكنات راح تنزل اول اللعبه، فهذا السكن سكن بنت الهالوين كان من ضمنهم وكان حرفيا اكثر سكن نفسي فيه، وللاسف ما ربحته، فتحت يمكن 3 مرات وفي عجله الحظ اللي نزل فيها وبرضه ما ربحته للاسف. وكمان يعني كانت اغلى عجله حظ نزلت في اللعبه كان سعرها $200 تقريبا، تخيلوا. ما علينا، السكن اللي بعده سيء، هذا سكن اوكي سكن حلو بصراحة يعني لعبت فيه فترة معينة في اول ما نزل. سكن هذا اتوقع هذا اللي كان في الباتل رويال، مش عارف يا هذا اللي كان في الباتل رويال يا الثاني، بس الاثنين عاديين يعني، ولا نخليهم في الاوكي. ما ادري انا وين حاطه الاول اصلا، خليه بالاوكي. اوكي مش غلط. طيب شوف في عندنا كمان سكن هذا نزل في الموسم الثاني عادي عادي، مش سكن الحلو يعني. سكن سفار هاي بيوتيفول اكيد، وسكن هذا المعفن تحت. هيك بنكون عملنا القائمة يا ديني. اذا 3 فيها بيوتيفول، فيها 22 اوكي، فيها 16 شخصية، العادية فيها 18 شخصية، والواع اتأكد انهم كلهم واع. ايوه كلهم واع اللي هذا، خلينا نطلعه العادي مش سيء ولا كويس. صار معنا في عاد 19 شخصية، وفي الواع كم 12 شخصية بس كده.